كي تزاد تزاد بداك القصور كلاوي شافت وقالت لها دابا جري بيه. جرينا بيه شدو في الحزن. انا قلت للمراه نرجع للمغرب قبل غنسعف الرميد نحطو في السبيطار يموت على راحتو، ما يمكنليش نضيع الدراري. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من بعد كنشرفكم بالاسم ديالي النبيتي المهدي، الوالد ديال أنس النبيتي. قدر الله كنا الحمد لله عايشين بخير، أنا والوليدات وخدامين والعائلة مجموعة وكل شيء كيضحك، إلا أنه من بعد الولادة ديالو يعني اكتشفنا بان الدري بحاله ماشي صحيه. من بعد ديناه للسبيطار ديال الحسني، كان ديك الساعات عنده شهر، ديناه للسبيطار الحسني دوزنا، ما كانش عندي الرميد، ما كانش عندي بزاف ديال الحوايج. فاكتشفنا بان راه الدري قالك مريض بحاله خطيره وخصو يمشي لوجده. من بعد وجده سولت واحد الطبيب، عطيتو الاوراق ديال الاخر، عندي كاع الوثائق هنا ديال الطبيب. قال لي ودي عنده بتر ديال الكلى ودير له دياليز. فكانت صدمه قويه، ما عرفش كيفاش غنتحمل، واش كندير نجيب له الدياليز، كندير ندير له نجيب له الكلاوي، منين غنخدم؟ ديك اللحظه راه ما عنديش الا 100 درهم. وكانوا الله يجازيهم بخير الاصدقاء اللي كانوا قرابين ليا هما اللي وقفوا جنبي بعد الله عز وجل، فالله يجازيهم بخير. فقررت الحالة ديك انا ذاك اكتشفوا بان عنده فشل كلوي، هادشي اللي قالوا لنا هنا في السبيطار، قالوا لنا عنده فشل كلوي وعطاونا نحيدوا له الكلاوي ونديروا له الدياليز، هذا اخر حل. انا ما عنديش الامكانيات ديال هادشي. هذيك الساعات ما قديش انا نديه لا الوجده لا حتى شي حاجه، وما عرفت ما ندير. من بعد مشيت تلاقيت واحد السيد عنده اومبيلونس، قال لي ودي ندخلوا لك المليليه. قلت له راه عندي باسبور ديال الدريوش، عندي لاكارت ناسيونال ديال المراه الوزان، كان دير. قال لي نديروا معك مجهود. فالحمد لله دازت الامور بخير ودخل. فالدراري بقاو هنا معلقين، ما عرفتش شكون اللي قابلهم، ما حتى شي حاجه. فالحمد لله دازت الامور بخير، وقفوا معايا العائله ديال المراه، جاوا لهنا قبل الدراري. دخلت انا المليليه 5 ايام دوزت تما عنا وبه العنايه التامه، تحاليل داروهم له 24 ساعه، فاكتشفوا بان عنده قصور كلوي وعندو شي امراض اخرى اللي هي اللوزتين خلق بلا بهم كيدخلوا الميكروب من تما. فداوه الملاقه، من بعد 5 ايام داوه الملاقه في طياره خاصه مع الام ديالو. فضرب تما واحد 15 يوم كيعاودوا له التحاليل، حيت ما داوش على التحاليل ديال المليه كياكدوا. لقاو عنده فقر الدم، السكر طايح، اللوزتين ما كاينش الميكروب كيدخلوا منها حيت ما عندوش المناعه. لقاو عنده قصور كلوي، فعلا كان عنده فشل كلوي، ولكن كان عندهم امل انه يعيش، داروا التجريب. فبداو كيعالجوه واحد المده حتى الحمد لله عالجوه، وداروا له جوج عمليات. دوزوا له تيوم لهنا، دوزوا له تيوم للصوره ديالو وكاميرا، وداروا له واحد تيويات باش كيدوزوا المسالك البوليه. وكانوا غادي يشدوا يعني المراه تما كاينه ما ازيد من سنه ونصف. قال لك الدري هذا عنده العلاج يعني واحد المده طويله، المهم خصو مراقبه. فكانت المراه يعني تلاقات واحد السيده ورغباتهم، وقالوا لها بشرط انه الا يرجع للمغرب يدير كل اسبوع يدير كونترول، على الاقل كاع اسبوع يدير كونترول، يدير تحاليل ديال البوله، يدير تحاليل ديال الدم، تقاد القلب، طونسيون، سكر، يكون عنده كونترول كل اسبوع. الحمد لله. على كل حال اش نقول لك، الحاله ديالي ما بقيت نعرف من راسي من رجلي. وليت ما بقيت نعرف من راسي من رجلي، وليت نطلب الاصدقاء ديالي، وليت نحشم. يعني هادشي ما خصوش يعني مصروف غير نهار ولا يومين، منين غنجيبها؟ واش نمشي نطلب في الشارع؟ ما قديتش. ف ما بقيت خدام، ما بقيت نقدر نخلص الكرة. جيت للدار قالوا لي مع علموهم في اسبانيا، قالوا لهم الا بغيتو يجي خصو يبدل الاسد ديال الدار كاملين. وكانت واحد المترجمه تما موثقه، قالت لها تبدلي الاسد ديال الدار كامل. بدلنا الاسد ديال الدار كامل وصلحنا الدار. من ناحيه ديال العمل ما بقيتش خدام كاع نهائيا،
كنجري انا غير في الدار كنصلح هنا، وفي التالي لقيت مشاكل، قالوا لي خصك تصاوب الباسبور، تصاوب الباسبور للمراه. مولات الكراك ساكن عندها تقريبا هذا العام الثالث، كنطلب لها شهاده سكنه عقد كيرا، ما بغاتش، رفضت نهائيا. لقيت مشاكل كثيره، منها شويه صداع من هنا، شي كيمنع عليك الطريق، ما لقيت واش نقابل الدري ولا نقابل المراه ولا نجيب له الدواء. صافي ولدي، بسم الله بسم الله. دابا حتى الحليب كيعيفو، ما مكياكلوش. على اي المراه مشى لها الحليب، وقع لي بزاف ديال اللي كنطلب من المحسنين والجمعيات اللي قادر انه يوقف مع الابن ديالي لوجه الله عز وجل، لان قريت فهمت، من كان في عون اخيه كان الله في عونه. ان الله صافي كيما كان اش مرار. واحد الدكتوره هنا جوج مرات من النهار اللي جا، دابا راه طالعه في 4 شهور باش جبته من مالقا، وقالوا لي راه في حاله خطيره، درت معاه محاولات المليلية ما تيسراتش، فكنطلب من المحسنين انهم يوقفوا معنا، يعني المحسنين او الجمعيات اللي عندها علاقه مع السبيطار ديال مالقا او مدريد. عندي الوثائق هنا ديالو ديال العلاج، وبان ايرجونس في عمليه خطيره، ودايرين عنده رونديفويات ديالو في مالقا، الا انه ما استقبلوناش، كلفوني في القنصليه قالوا لي خصك كونت بونكير، خصك ضمان، خصك اللي يضمنك في اسبانيا، خصك حساب في البنك، هادشي كامل ما عنديش، وما عرفتش واش نجري في الاداره نجمع الوراق ولا نقابل ولادي ولا نخدم. دابا هادي راه تقريبا 5 شهور وزياده، راه ما كنطلب من المحسنين الله يجازيهم بخير، اللي يقدر على شي حاجه باش ما كان يعني يساهم، لان راه تجمعوا عليا الكرا والديون وبزاف ديال الحوايج والادويه، غير الدواء ديال الدري وليكوش وداكشي بزاف ديال المصاريف، بلا المصاريف ديال الدار وداكشي، فما بقيتش نقدر. اللي يقدر من المحسنين الله يجازيه بخير، او الجمعيات اللي عندها استطاعه انها توقف مع الولد يكمل العلاج ديالو في اسبانيا، حيت ما يمكنليش يكمل العلاج هنا في المغرب، لان دار عمليه خاصه، واللي بدا معاه الطبيب راه عارف له شنو كاين، خصو هو اللي يكمل معاه. فلهذا كنكرر وكنعاود النداء للمحسنين الله يجازيكم بخير، اي واحد قدر يعاون بشي حاجه ولو بالدعاء ما يبخلش علينا. فانا هذا هو الكلام ديالي يعني الاخير، ما وبارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.